سؤال. واحد بيقول كان في بدء الخليقة يسير الإنسان على هواه، وأخطأ النبي داود وابن سليمان، فلماذا حاليا كل نظرة فيها شهوة تعتبر خطية، وزمان برضو كان كل نظرة فيها شهوة تعتبر خطية؟ لأن في الوصايا العشر، الوصية العاشرة يقول لا تشتهي مال قريبك ولا زوجته ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فما يصحش ان يشتهي امرأة غيره. اما كون ان داود النبي اخطأ ربنا عاقبه، وسليمان اخطأ ربنا عاقبه، فما كانش مصرح ان كل واحد يسلك حسب هواه.